إذن يوم الأحد والاثنين شهدنا عاصفة ثلجية يقال أنها الأولى من نوعها منذ 40 عام في إسطنبول، لكن أيضا شهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي استياء شعبي وغضب شعبي من تعامل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إماموغلو مع هذه الأزمة. بداية وأنت في إسطنبول كنت حاضر في هذه العاصفة، هل بالفعل كان هناك سوء إدارة من بلدية إسطنبول في إدارة هذه الأزمة، في الكارثة، في هذه العاصفة الثلجية؟ كيف راقبت المشهد؟ طبعا سعدت موقعت أن المشاهدين يعني كان هناك للأمانة يعني فشل كبير بمستوى، أننا نتكلم عن بلدية إسطنبول الكبرى بكل إمكانياتها، هي تمثل أي إسطنبول تمثل تركيا في المحصلة، تختزل كل تركيا فيها وتجمع كل تركيا فيها. كان المشهد مأساوي، يعني الأرصاد الجوية الميتورولوجي كانت قد أعلنت أنها في الأيام القليلة القادمة سوف تكون هناك عاصفة ثلجية. كان هذا الإعلان أو التحذير قبل حوالي 4 أيام ونصف حسب متابعتي الشخصية لهذا الإعلان، ولكن البلدية إسطنبول الكبرى لم تقم بالتجهيزات الكافية لهذه العاصفة المحتملة، فبالتالي كانت هناك عاصفة اجتماعية تناسب هذه العاصفة الثلجية التي ضربت إسطنبول، وبالتالي كانت العاصفة الشعبية الاجتماعية تضرب إمام أوغلو بسبب سوء التصرف ولا عذر. يعني كلامه كان حجة عليه أنها كانت مفاجئة للجميع، وهذا كلام غير صحيح. هناك أرصاد جوية ترصد كل يوم وكل لحظة وكل دقيقة في تركيا حالة الطقس، سيما في مدينة إسطنبول بشكل خاص، هذا معروف لدى الكل، فما بالك عندما تحذر الأرصاد من عاصفة ثلجية غير مسبوقة، بالإضافة إلى أنها العاصفة لم تكن فقط في إسطنبول، كانت في بقعة جغرافية متعددة لأنها موجة عامة، وبالتالي كان لزاما على بلدية إسطنبول الكبرى بكل إمكانياتها أن تسخر هذه الإمكانيات لخدمة المواطنين، لا أن يذهب رئيسها هنا يعني أكرم إمام أوغلو والعشاء مع أحد السفراء الأجانب تاركا المواطنين في هذا البق، هناك مرضى، هناك كبار في السن، هناك أطفال، هناك أناس باتت في سياراتهم طوال تلك الليلة. لماذا هذا المشهد المأساوي يعيشه المواطن؟ يعني ما هو المبرر؟ الإمكانيات كلها موجودة، أنا في الطريق لم أجد جرافة إلا بعد حوالي الساعة 11 أو 12 في منتصف الليل، أين كانت هذه الجرافات في وضح النهار منذ 12 ظهرا وحتى بداية العاصفة؟ يجب أن تكون جاهزة، يعني بالمقارنة فورا يأتي إلى الذاكرة الوضع عندما كانت هناك عواصف ثلجية في السنوات الماضية، كنت ترى كل الجرافات والمعدات الخاصة بالثلوج على كل الطرق الدولية والأساسية، ولم نشهد مثل هذا الوضع المأساوي. بالفعل كان الوضع أكثر من سيء، وبالفعل أثبت فشل إدارة هذه الأزمة الطبيعية، وهذا بسبب تقاعس ليس بسبب عدم الإمكانيات. هنا نتكلم عن تشويه لسمعة إسطنبول ولتشويه لسمعة تركيا، عداك عن إلغاء الرحلات في مطار إسطنبول وما تبعه من جدال ومناقشات.